كيف تجد الفائدة من هذا الاجتماع؟ والله الحمد لله فائدة عظيمة بالنسبة للنادي أكيد. اجتماع أعضاء مجلس الشرف ودعمهم للنادي شيء إيجابي طبعا. كيف ترى مسيرة النصر والمشاكل التي قد تحيط أحيانا بظروف نادي النصر؟ نسمع في الأيام الماضية قضية المدرب مع زوران ولم تناقش في هذا الاجتماع. لأن هذا متروك الإدارة، زوران مستمر وأمور طيبة وشوف النتائج ممتازة بالنسبة للنادي، فما نوقش لا زوران ولا شيء يخص الإدارة. بالنسبة للقضايا الخارجية المتعلقة بنادي النصر أو حتى القضايا الداخلية وسداد الديون، والله هذا اللي نوقش الليلة، هذا النقاش عن تسديد الديون وعن دعم أعضاء الشرف للنادي. وش النتائج؟ النتائج إيجابية إن شاء الله. في دعم قريب؟ في دعم قريب، في موعودين وفي من هو وصل دعمه وفي من هو التزم الليلة مرة ثانية، والحمد لله كل شيء تمام. بالنسبة لهيئة أعضاء أو المجلس التنفيذي، إيش اللي جعلكم تتفقون على إنشاء هذا المجلس؟ هذا نظاما، هذا نظاما لازم يكون فيه مجلس تنفيذي. النظام هو اللي الحقيقة يعني يجب الناس أن يكون فيه مجلس تنفيذي. كيف ترى سير عمل الأمير فيصل بن تركي في هذا الموسم، خصوصا أنك كنت من أشد المطالبين باستمراره كرئيس؟ عمل فيصل عمل إيجابي جدا، وإذا كان في مثلا أمور مثلا تحدث من فترة لفترة مو معناها أنه عمله مو طيب، لا بالعكس ممتاز. إحنا ما ننسى البطولات السنتين اللي راحت والآن منافس على صدارة الدوري والحمد لله الأمور طيبة.